أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد اللاعبين عازمين وكادة تدريبي على نقاط المباراة. إن شاء الله أنه نقدم مباراة تليق باسم نادي القوة الجوية. لازم نوصل للصدارة، تعرف مباراة كانت الميناء، مباراة كانت تعادل ما كنا نطمح لها، لكن مباراة الغد أمام أمانة بغداد لازم نحقق 3 نقاط ونوصل إن شاء الله للصدارة. جاهز المباراة؟ إن شاء الله جاهز. الفريق كله دخل بالوحدات التدريبية هاي الأخيرة، الحمد لله والشكر، ما الفريق كله جاهزية، ما عندنا أي نقصات، والمباراة بملعبنا إن شاء الله نحصد النقاط 3 لمواصلة الصدارة. مستعدين استعداد كامل مباراة الغد، علينا ننسى مباراة الميناء ونفكر مباراة الغد وإن شاء الله نحقق نتيجة طيبة.